الكاميرا ونحكي شوية عنه. ايه هو هاي الصورة؟ ايه شوفي هالكاميرا، منو هذا؟ هذا فلذة كبدي، هذا اللي يعني كنت اقول ما اقدر اعيش بلايا، ما كنت اتوقع انه راح استمر واوصل لما انا عليه من ورا وسام، لانه كان يعني اني مربيته، يعني اني وامي الله يرحمها اكثر ربينا من امه اللي هي سليمه اختي، فكان يعني ما اعرف يقول كسرتكم الكبيره، يعني بس هو عندنا وفي منتهى الطيبة، في منتهى الأخلاق، فنان كان، عازف، يعزف عود، خريج معهد هو إخراج توقعتي يومه مسرح؟ قبل يومكم يكون؟ لا أبدا أبدا، أنا ولهذا لحد الآن مثل ما عقلي ما مستوعب أنه ميت إلى حد هسه. لحد هسه. إي يعني أحيانا أقعد. شلون تلقيتي الخبر؟ أوه. أنا آسف إني أفتح هذا الموضوع، بس أنتي ما حكي عنه قبل هواية. كارثة كارثة. من اتصل بيك؟ بنته الناجية الوحيدة. لا هم هو بس هو اللي توفى. زوجته عايشة؟ اي زوجته تأذت، صار عندها ارتجاج نعم قصدي تأذوا يعني تأذوا، وابنه ايده وحنشة وهي ظهرها البنت، بس هي خابرتني الصبح. قالت لك؟ قالت لي أمولة احنا انقلبت بينا السيارة، واني هسه بمستشفى دوما بسوريا. جيتي بسوريا؟ كنا بسوريا، هم الصبح طالعين لبيروت بالستة. ها رايحين لبيروت؟ لا لا رايحين جايين لبغداد، جايين لبغداد من سوريا لبغداد. نعم. منطقة اسمها ضمير، هي هناك السائق اللي قلت لي توفى. لا ما يدرون بيه، هم هم ما يدرون. رحت المستشفى انا يعني قلت لك لانه شيء ما متعقد، كلهم شفناهم بس هو قالوا بالعناية المركزة، قالت إيه جائز لعد بلكي، فأولاد الصغار اثنين كانوا يمنا بنته وابنه، وسام قالت لي خذيهم هذول حتى لا ينصدمون، خذيهم وروحي. قلت لهم بس ديروا بالكم على مود وسام، أنا كل فكري تالي بعد أنت قيس يعني من عرفت الخبر، يعني حالة ما أريد أتذكرها، يعني حتى ما أريد أتذكرها. طيب تحسين أنه القدر كاتب عليكم تعيشون بدون اولاد؟ والله الحمد لله هسه احنا عندنا يعني هو طبعا اولاده واحفاده، او يعني ابنه صار عنده احفاد، حتى صار عندنا حفيد سمينه وسام. يعني ابنه صغير، فنقول البقاء لله، هو هذا الشيء اللي احنا متاكدين منه. شو تقولي له اذا دي سمعت هسه؟ اذا دي سمعت هسه وتخيليه بعمره هسه، شو تقولي له؟ بس أقول الله يرحم، الله يرحم، الله يرحمه. أنا آسف. الذكريات ممكن تكون شبح من الماضي طاردنا لحد آخر يوم حياتنا. الذكريات الحلوة مثل هاي الصورة إحنا أخذناها بسعادة، لكن شبحها يطاردنا لحد آخر. أكيد يوم. أكيد هي كل ذكرى حلوة ما تروح عن البال، كل شيء حلو ما يروح عن البال، يعني يبقى وياك ما ينسي، يعني ما ينسي. شنو احلى ذكرى تتذكريها؟ احلى فترة عشتيها بحياتك؟ قولين يا ريت لو ترجع وارجع. ايه فترة السبعينات.